مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الحلقة من حديث المساء. تضيف الاستقالة المفاجئة لمحافظ عدن عبد العزيز المفلحي تحدياً جديداً للرئيس هادي وحكومته، إضافة إلى تحدياته الأخرى. المفلحي هو المحافظ الرابع الذي جرى تعيينه لعدن المضطربة جنوبي البلاد منذ تحريرها في يوليو تموز عام 2015. المحافظ الأول كان نايف البكري الذي صمد إلى جانب المقاومة أثناء الحرب وأقيل بضغط إماراتي كما قيل، واغتيل خلفه المحافظ جعفر محمد سعد في ديسمبر أيلول من عام 2015، وتم تعيين عيدروس الزبيدي الذي تمت إقالته في إبريل نيسان 2017 على خلفية خلافات عميقة بينه وبين الحكومة اليمنية. عدن العاصمة المؤقتة المضطربة أمنيا وسياسيا لا زالت في طريق البحث عن قائد لسلطاتها يقودها إلى مصافي المحافظات المحررة كحضرموت أو مأرب بحد أدنى، محافظ يطوي على الأقل ملف الإرهاب وأزمات الخدمات. الرئيس هادي كما أعلن يرفض استقالة المحافظ المفلحي، لكن الاستقالة تركت تساؤلات وجدلا واسعا في الوسط الإعلامي اليمني حول مسببات الاستقالة التي ساقها المفلحي. في حديث المساء لهذه الليلة نبحث عن أسباب سقوط النصف الآخر من حقيقة عرقلة جهود المفلحي من نص الاستقالة. لماذا تجاهل المفلحي منع المجلس الانتقالي له من مزاولة عمله في مبنى المحافظة؟ وما حقيقة الاتهامات التي ساقها لحكومة بن دغر؟ وماذا بعد رفض الرئيس الاستقالة؟ اسمحوا لي في البداية أن نشاهد التقرير الآتي مع بعض، ثم نعود لنبدأ النقاش مع الدكتور عبد الباقي شمسان، ولكن عقب التقرير. نشاهد التقرير ونعود. عبد العزيز المفلحي محافظ عدن يقدم استقالته من منصبه لرئيس الجمهورية، استقالة ليست مستغربة وباتت منتظرة لدى الشارع وترددت بأكثر من صيغة بعد غياب المفلحي عن العاصمة المؤقتة لأشهر غادرها بعد سلسلة خطابات وصفت بالشفافة والصريحة. المستغرب في استقالة المفلحي أن سببها ليس من كان يقصدهم ويهجوهم في خطاباته، بل حصر المفلحي أسباب استقالته في عراقيل وفساد حكومة الدكتور أحمد بن دغر. المفلحي شن هجوما لاذعا في بيان استقالته على رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر الذي عاد قبل أسبوع إلى عدن، وقال إنه حاول استعادة نهضتها وتنميتها، لكن الحكومة دأبت على وضع العراقيل تلو العراقيل لأسباب ينبغي مساءلتها عليها، وأنه وجد نفسه في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد يقوده رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر حد تعبيره. وأضاف في الخطاب الموجه للرئيس: دعني أقول بصريح العبارة إن الفساد المتفشٍ في حكومة بن دغر ملأت روائحه الكريهة أجواء اليمن ومدن شتى في العالم، وقد أصاب البلاء البلاد. مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة الأناضول قال إن الرئيس عبد الرب منصور هادي رفض الاستقالة التي تقدم بها محافظ العاصمة المؤقتة للبلاد، وأن هادي فور عودته من جولته الخارجية سيستدعي رئيس الوزراء والمحافظ المفلحي والمعنيين لفعل ما يحقق استتباب الأمن والاستقرار والتنمية في العاصمة المؤقتة عدن. استقالة يرى مراقبون أنها أتت بنصف الحقيقة التي ساهمت في تردي الأوضاع وعرقلة أداء المحافظ المفلحي والسلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن. ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا استغرابهم من تجاهل المفلحي للنصف الآخر من الحقيقة التي كان يقولها في خطاباته الصريحة الشهيرة، فهو لم يتطرق إلى تدخل بعض دول التحالف في الشؤون المحلية للمحافظة، التدخل الذي كان يقول أنه تجاوز الشراكة الحقيقية إلى التدخل في الشؤون الداخلية. ولم تتطرق استقالة المفلحي حتى إلى عرقلة المجلس الانتقالي لأداء السلطة المحلية ومنعه من مزاولة عمله في مبنى المحافظة ومن الاستقرار في بيت المحافظ. إذن دكتور، أجدد الترحيب بك. أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء. دكتور، ماذا تعني استقالة المفلحي في هذا التوقيت وفي هذا الوقت الذي تعيش في عدن أسوأ مراحلها من أزمات خدمات، من تهم إرهاب، من اختلالات أمنية؟ ما الذي تعني الاستقالة في هذا التوقيت؟ الوضع في عدن في غاية التعقيد، لأن هناك الفضاء، المناطق الجنوبية فضاء لصراع إرادات بين السلطة الشرعية والإمارات العربية المتحدة، بين المشروع الوطني والمشروع الانفصالي،
بين أيضا ملعب للحوثيين صالح، هذا التعقيد في المشهد. إلا أن لماذا حدث هذا الضجة الكبيرة؟ لأن المفلحي ترك بصمة جيدة، ولأول مرة نستمع إلى مسؤول يعني يضع رؤى وخطط للمستقبل، وكان محل إجماع وطني. كنا استقالته هناك فيها لغط، لأنه عندما قدم النقد لدول التحالف وللذين عرقلوا كان بجانبه رئيس الوزراء، لو تذكرنا ذلك في عدن. بينما بعد ذلك يأتي للحديث عن فساد رئيس الوزراء برسالة مطولة، وأعتقد أنها لم تكن موفقة، لأن كان بالأحرى أن يتقدم باستقالته في سطرين لرئيس الجمهورية، لأنه جزء من السلطة. نحن عندما نتحدث في وسائل الإعلام المستقلون أو نقدم نقدا للحكومة، نحن نساهم في تعرية الواقع، لكنه جزء من السلطة الشرعية، عليه ألا يكشف نقط الضعف أو أي خلافات للشارع الذي يحتاج إلى إحساس بالأمان وبأن هذه الحكومة قادرة على التعبير عن تطلعاته. لكن دكتور، الرجل في استقالته وضح، قال بالضبط نص الاستقالة، يقول أنه لم يتمكن من إدارة شؤون العاصمة المؤقتة على النحو الذي يدفع بها إلى طريق جديد تتغلب فيه على معاناتها وتمضي إلى آمالها. برأيك دكتور، يعني هل ستة أشهر التي قضاها المفلحي في محافظة عدن كافية لأن يحكم أنه مش قادر وأنه عوائق وأنه خلاص لازم يستقيل؟ طيب دعني أولا بس أكمل جملة وسأجابك عليها. تمام. اولا انا ساكمل الفكره الاولى، انه لم كنا نتمنى استقاله من سطرين. هذه الرساله الطويله اضرت به كثيرا، وكنا نتمنى الا يضع كل تلك التفاصيل، هذا بشكل عام. لكن سواء قعد شهرين او يومين او سنتين لن يحقق نجاحات، لان هنالك مشروع لعدم بقاء عدن عاصمه مؤقته، هنالك مشروع اماراتي تقوده الإمارات وبغض طرف سعودي. إذن هذا يقودنا للسؤال دكتور، يعني نايف البكري أقيل وهو كان من وسط المقاومة، رئيس مجلس مقاومة عدن سابقا، جعفر محمد سعد رحمة الله عليه أغتيل، ثم أتى الزبيدي وأقيل، والآن يقدم استقالته المفلحي ولم يقبلها الرئيس. يعني ما هي هذه المعايير التي يفترض أن تكون معايير مثلا خارقة للعادة في محافظة عدن يستطيع يقود هذه المحافظة؟ ليس معايير. الرئيس رفض استقالة المفلحي لأنه للحفاظ على وجه ماء الرئيس، لأنه حتى لو آتى بمحافظ آخر سيلاقي نفس ما لاقاها المفلحي، لأن مسألة لا ترتبط بأشخاص، لا علاقة للأشخاص على المفلحي أو غير المفلحي. هناك يعني عدن ليست عاصمة مؤقتة للسلطة الشرعية، وهذا يخالف، دعنا نكون صريحين في هذا اللقاء، لأننا في سفينة عندما لا وقت للمجاملات، لا وقت لوضع مكياج، سواء كان المفلحي أو أي محافظ آخر غير موالي للإمارات العربية المتحدة، وليس موالي، غير حتى فاقد لاحترام لذاته، فاقد للقدرة على صناعة القرار، عليه أن يكون مجرد شخص فوق كرسي. بالتالي كان هناك استهداف لعدم مبكر من حيث ألا تكون عاصمة مؤقتة، ولذلك ستلاحظ أن أول عمل للحزام الأمني إخراج أبناء المناطق الشمالية تحت حجة أنهم يعني للحفاظ على الفراغات الأمنية ولأنهم أبناء الشمال وهناك مزاج شعبي. هذا الخروج يذكرني بخروج ب 1954 عندما طلبت بريطانيا بإخراج أبناء المناطق الشمالية لتأسيس الاتحاد العربي، نفس المشروع، لأن هناك خبراء يفكرون في أبوظبي أيضا من بيوت خبرة بريطانية، ومسؤول الملف الجنوبي مع ولد الشيخ أيضا بريطاني يتحدث العربية، يعني أن بريطانيا مهتمة في الموضوع وأمريكا مهتمة في مواضع، لكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا أن هنالك أن تكون عدن ليست عاصمة مؤقتة، ولهذا قاموا بتأسيس أحزمة أمنية وبإخراج أبناء المناطق الشمالية وبإيجاد عدن. طول بريطانيا لما استعمرت عدن حاولت أن تأتي بهنود وتأتي بصومال وتأتي بأبناء الشمال حتى لا تكون عدن مدينة يقول أحد القاتلين فيها أنها ملكي، حتى تكون مدينة كوزموبلاتية عالمية كونية، الكل يشعر أنه ينتمي إلى هذه المدينة. لأول مرة في تاريخ هذه المدينة العالمية، المدينة العالمية بروحها بطبعها بأغانيها بجمالها بوجدانها، تتحول إلى طارد،
لكل ما هو. لكن دكتور في الحقيقة لما عين المفلحي أبناء عدن أنفسهم استبشروا، وحتى من خارج عدن أبناء محافظة المجاورة أيضا استبشروا بالمفلحي بأنه رجل إدارة واقتصاد ومشهود له وغير مؤدلج، وكان استبشروا به خيرا. ارتكب الخطأ الأول المفلحي عندما أراد أن يشغل ميناء عدن وتحدث بصراحة مطلقة أننا سنحرر، يعني أراد أن يستفيد. دكتور أنت تصف تشغيل ميناء عدن بالخطأ افتراضا يعني؟ ميناء عدن منافس. لماذا كان خطأ؟ لماذا ارتكب خطأ بتصريح؟ إذا كان الوجود الإماراتي بحد ذاته وجود استثماري وسوف يقتلون ميناء عدن لعقود طويلة ليستمر ميناء أبو ظبي يعني الإمارات، وبالتالي هناك شركة المواني الإماراتية تسيطر على 70 ميناء في العالم وهي مستهدفة عدن، وعدن لديه حوض ماهي رباني يعني معطى إلهي منافس وموقع جغرافي لديه فائض قيمة. وتحدث فيها المفلوحي في خطابه أن ونحن اليمنيين، أنا شخصيا كنت عضو في إحدى الدراسات قبل سنوات التي تحدثت أن اليمنيين لا يحتاجون النفط ولا الغاز، ميناء عدن كفيل بموارد تتجاوز عشرات المرات الإيرادة النفطية، وبالتالي عندما تتحدث عن توظيف ميناء عدن، عندما تريد أن تمارس صلاحيتك بفتح مطار عدن وأنت لا تستطيع أن تأمر جندي من الحزام الأمني، عندما كنت محافظ غير قادر على دخول المجلس المحلي، عندما تتحدث عن خطوط حمراء لأن الإمارات لم تاجي ولم تدفع فلوس من أجل سواد عيون اليمنيين، هي جاءت تريد ميناء المخا، تريد ميناء عدن، تريد جزيرة سقطرة، تريد ميون، تريد البقاء حول منابع النفط، هذا مقابل يعني قدومها. طبعا هناك مزاج شعبي في المناطق الجنوبية للأسف الشديد، وأنا أقدر وأنا دائما أستفزهم، ولكن هذا الاستفزاز يقول صديقي من بكاني ولا ضحكني وضحك الناس عليه، أقول لهم أن هنالك أطماع في المنطقة، وهم يتحدثون لأن يقول لك أنه حتى بدأ هناك مزاج شعبي يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن أن الحركة الوطنية في 14 أكتوبر عندما أخرجت الإنجليز كان خطأ كارثي لأنهم أخرجوا الاستعمار البريطاني، يعني هناك مزاج شعبي أصبح لدرجة مرضية، يعني يحمل مسؤولية الثوار الجنوبيين وتحرير الاستعمار في مناطق الجنوبية لأنهم أخرجوا الاستعمار البريطاني، وأن وجود الإمارات أهون من وجود أبناء الشمال، بينما أبناء الشمال تعز كانوا أيضا لا يقلوا ضغطا وتدهورا من قبل المخلوع صالح، أبناء الحديدة نهبت أراضيهم، كل اليمن كانت ضحية للمخلوع صالح، وبالتالي الذي دمر مشروع الوحدة في الوجدان اليمني المخلوع صالح ومنظومته. طيب بالتالي دعني أقول بس أكرر جملة، أن هنالك مشروع أن لا تكون عدن عاصمة مؤقتة وهذا تم تحقق الإمارات، هنالك مشروع كان لي أن يكون المحافظ من الموالين للإمارات ولهذا كانت هذه الضجة بإقصاء الزبيدي. نعم. هنالك مشروع كان بإضعاف السلطة الشرعية وأقولها بشكل دقيق بالكلمة، حد الاختفاء. حد الاختفاء بمعنى أن تكون مجرد مجموعة من الشخصيات، وهذا الآن تحقق بحيث أن أصبح هناك حزم أمني يرفض الأوامر، هناك نخبة شبوانية، هناك لديهم موالين. دكتور اسمح لي أن أنتقل بهذه التي ذكرتها النقاط إلى ضيفي عبر الهاتف الناشط السياسي صالح الجبواني. سيد صالح مساء الخير. نعم سيد صالح، برأيك كيف تقرأ استقالة المفلحي حاليا، التوقيت والدوافع؟ استقالة المفلحي جاءت في وقت أعلم فيه ما يسمى بالمجلس الانتقالي عن حملة تصعيد ضد الحكومة تمهيدا للجزء، الانتقالة كانت في هذا التوقيت سواء بقصد أو بدون قصد قدمت هذا التصعيد، هذا أولا. ثانيا الاستقالة ركزت على موضوع. نعم سيد صالح، سيد صالح عفوا بس لأجل البث ممكن ترفع صوتك إلى يعني ما يمكنك أن ترفعه وتروح مكان أوضح بس عشان يتمكن المشاهدين من سماعك بشكل واضح. نعم نعم تفضل. الآن أوضح، الآن أوضح تفضل. سبعين قل له عدة اتصال فيه. طيب إذا الشباب حاولوا إعادة الاتصال بالسيد صالح الجبواني، أعود للدكتور وأنتم حاولوا الاتصال مجددا. دكتور أنا أعود إليك أيضا يعني كمحاولة لفهم موقف السيد المفلحي في الاستقالة، أيضا هو يريد أن يقول أن أنا اصطدمت في الحكومة، يعني هو تحدد الحكومة كغريم خلينا نقول شعبيا، هل تعتقد فعلا أنه يعني عائق الحكومة هو ما شكل القشة التي قسمت ظهر المفلحي؟ والله هناك كثير من المؤشرات تقول أن هناك ضغوط على المفلحي، لأن
يعني إسقاط الإمارات والمجلس الانتقالي كمعيق، وهو أعلن عن هذا الكلام وتحدث عن التعامل بين الدية. هذا التحول دليل أن هنالك ضغوط على المفلح، لأنه تحدث في آخر لقاء معه صريح، وكان لقاء رائع، وأنا شخصيا تأثرت جدا بلقائه ذلك، وشعرت أنني لأول مرة أمام شخصية متزنة ومسؤولة ولديها رؤية واضحة، وأثار إعجابي كثير جدا المفلحي. في هذا الاستقالة كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، وحسيت أنه ليس المفلحي من كتب هذا الاستقالة بهذا الشكل، لأنه رجل عملي، والرجل العملي لا يكشف للرأي العام كل هذا في هذا التوقيت التي هي السلطة الشرعية، يعني بهذا الضعف. عليه أن يكون صريحا مع رئيس الجمهورية، يقدم استقالته ويستخدم قيمته لدى المواطنين. المواطنين سيضجون عندما يقدم استقالة غير مبررة، سيكون هناك ارتباك. ثم أيضا نتحدث عن الفساد، ما فساد. أنا أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية لتشكيل لجنة مراقبة للفساد مستقلة. هذه اللجنة صحيح أنه لا يستطيع دستوريا أن يشكل كالهيئة في صنعاء، اللي هي بحد ذاتها غير دستورية وغير شرعية، وحتى أثناء معينها صالح لأنها لا تخضع للشفافية. لكن نستطيع نحن في هذه المرحلة ونحن نؤسس إلى دولة أن تشكل لجنة مراقبة فساد من شخصية مستقلة وشخصية نزيهة، لتقوم بمراقبة الفساد في الجيش، مراقبة الفساد لدى المسؤولين، التعيينات، وهذا يعطي لدى المواطنين طمأنينة ويعطينا ثقة في المستقبل. دكتور، لحظة، الحكومة إلى الآن لم ترد على اتهامات المفلحي لرئيسها، يعني هل يجدي الصمت في هكذا مواقف؟ الصمت القبول، يعني إذا كان هذا الصمت فإنهم بالفعل، ونحن يعني إذا كان لم يرد، ربما لم يرد حتى لا تثار القضية، ولكن كنا نتوقع أن يتم هنالك لقاء بين رئيس الوزراء أو يعني تصريح، أو نتوقع لقاء قادم أو توضيح للرأي العام، لأن هذا الكلام في هذا التوقيت، لأن هناك كما تعلم انقلاب صنعاء، عندما تحرك انقلاب ضد الحكومة، وكانوا يتحدثون عن فساد الحكومة وعن رفع الأسعار، وهذه هو ما قادت إليه الإمارات العربية المتحدة عندما تحدثت، عندما أفشلت الحكومة، بمعنى أنها لا تستطيع السفر، لا تستطيع التحرك، ليس لديك موارد أن أدفع المرتبات، ممنوع تتحرك، هناك حزب أمني، أنا الذي أحكم، أنت رئيس وزراء غير قادر أنك تحكم عسكري في الجولات المرور. وبالتالي عندما يخرج وأنا أدفع عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، أقوم بالمساعدات، يسموا اليد الناعمة، وأقوم بدفع مرتبات للجيش، وأكسب الولاءات، وأعمل طلاء دهن على المحلات أنني أحدث في البنية التحتية، هذا كله يخلق لقمة على السلطة الشرعية. وبالتالي من 3 نوفمبر، وأنا قلتها في أحد الدراسات، من 3 نوفمبر طلبوا الاحتشاد، وهذا الاحتشاد المفترض أن يكون تصاعدي حتى 30 نوفمبر تاريخ إخراج آخر جندي بريطاني، وكأنه سيقول لك أننا نريد آخر مواطن شمالي في المناطق الشمالية، وهذا هو المؤسف. لأن هناك من أستثمر هذا المزاج الشعبي، وهو أنا أقدر أبناء الجنوب، أقدر معاناتهم مظلمتهم، لكن ليست مظلمة جنوبية صرف، هم يضايقوا جدا. اسمح لي أنتقل برأي أبناء الجنوب للسيد صالح الجبان الناشط السياسي، وقد عاد إلينا عبر الهاتف. سيد صالح، إن شاء الله المرة هذه يكون صوتك أوضح، لكن الآن هل ما تحتاجه عدن في هذه الفترة هو استقالة المفلحي، أم أن يستمر على عمله ويواجه هذه التحديات والمعوقات التي قال عنها؟ استقالة المفلحي جاء في جو كإدارة سياسية بين الأستاذ الدكتور أحمد الدكتور بالدخل ولا شخصيا بالشراب على عمل الأجهزة والإدارة المحلية في محافظة عدن، بعد مغادرة السيد المفلحي إلى المعرض والتنشر، ودخلنا مع الواجهة في إدارة المدينة تحت تحديات كثيرة. ونحن لما قرأنا الاستقالة لم نقرأ فيها غير موضوع واحد، وخصوصا المقام المالي الذي تحول رئيس الوزراء من حساب محافظة إلى حساب لما تحول إلى جيب حول إلى حساب وزارة الاتصالات، وهذا واضح في رسالة المفلحي نفسها في استقالته. لم يركز على أنه منعهم من مجلس إدارة المحافظ، لم يركز على أنه منعهم من اتحاد الزكرة، لكن ركز على أنهم عزول عن إدارة عامة. نحن في السياق صح؟ على أنهم عملوا عدة محاولات اغتيال له كما صرح بهذا الأمر من قبل، كل هذا يا السيد المفلحي، وركز على موضوع واحد من كثير رئيس الحكومة الذي كما نعرف جميعا موجود في عدن ويقاتل في وضع سيء
فاسد وظل موجودا وظلت الحكومه موجوده. نعم. وبدات الاوضاع تتحلحل الى الامام. انا لا اتفق مع بعض مصلحه الدكتور عبد الباقي مع كامل الاحترام. نعم سيد صالح، يعني تقريبا وصلت فكرتك انه لا زالت كمان لا زالت مشكله الصوت. نعتذر للمشاهدين على اداء الصوت من المصدر، ونشكرك جزيل الشكر صالح الجبواني الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. سيد دكتور عبد الباقي، بحسب ايضا ما فهمت من كلام الضيف ايضا، هناك واضح انه كان في صراع. ايضا بندغر قبل فتره اصدر تكليف لوكيل محافظه عدن او نائب المحافظ تسيير امور المحافظه، يعني قد بدا خلينا نسميه الصراع الخفي بين الرجلين، لكن والفساد أيضا شبهة موجودة والكل يتحدث عنها، لكن يتحدث كثيرين أيضا عن أن بن دغر أعاد الحد الأدنى من حضور الدولة في بعض المناطق المحررة، وحضر افتتاحات بعدن لبعض المشاريع وإن كانت طفيفة أو جزئية، حضر احتفالات في أبيان، يعني حاول يعمل حركة أعاد شكل الدولة ولو ظاهريا، يعني هل توافق ذلك؟ كل هذا هو عبارة عن ما يسمى يعني مسرح العرائس، هكذا نكون، دعنا نكون أكثر صراحة بعيدا يعني من الحديث. هو يتحرك في إطار محدود، ولكن البيئة برمتها غير قابلة بأن يمارس مهمة رئيس الوزراء. المحافظ كان في الخارج، وبالتالي لابد أن تستمر ويتم فيها أيضا سحب بعض الأموال أو إعطاء صلاحيات للنائب، نظرا لماذا؟ لأن خروج المحافظ كان واضح، الرئيس تأخر كثيرا، بمعنى أن محافظ يمارس مهامه على ضوء القداحة، ما هذه من تعيينات؟ رئيس وزراء يتعرض إلى تقطعات من جماعات عسكرية وميليشياوية، نائب رئيس الوزراء يتعرض. أنا لا أحتاج لرئيس الوزراء أن يفتح لي مشروع بقماش، احنا قلنا لا نريد عودة شخصيات، نريد عودة برامج، نريد عاصمة مؤقتة، أو يكون هناك خلق منطقتين متحركتين تعز وعدم، بحيث أن نشاهد حكومة، نحن نريد مشاهدة حكومة كفعل واستراتيجية ورؤية ورقابة على الفساد وتعيينات يعني سليمة وحضور عسكري. لكن هذا نحن الآن بن دغر تحرك أو يعني قام بقص الشريط، نحن لا نبحث عن قص الشريط، نحن نبحث عن سلطة، نبحث عن إملاء فراغات أمنية. عندما تكون الدولة ليس لديها يعني ما يسمى أول عنصر للسلطة هو احتكار العنف الشرعي، احتكار العنف الشرعي بمعنى أن تكون هي مسيطرة على الذراع الأمني والعسكري. لكن دكتور الحكومة تحاول يعني البعض يذهب هذه فكرة رئيسية. نعم. في علم الاجتماع. نعم. وفي العلوم. لكن قبل الفاصل بدي أسمع منك هذه الإجابة ضروري، يعني البعض يذهب إلى تسييس استقالة المفلحي، يقول أن استقالة المفلحي وذكرها وإغفال دور المجلس الانتقالي وذكر فقط أن الحكومة هي المسبب الرئيسي تأتي ضمن حملة متكاملة لتشويه الحكومة وموجهة ضد بن دغر الحكومة. هذا واضح جدا، حتى المفلحي يوضح ذلك، كل المؤشرات والبيان والتفصيل وتغييب المجلس الانتقالي وعدم ذكر الإمارات، هذا دليل واضح أنها ضمن هذه الحملة. وما هي الصفقة التي تمت مع المفلحي؟ عليه أن يجيب، لأن الآن نحن نظرا لما ترك من انطباع لدينا إيجابي، سنحاول ألا نحمله فوق طاقته حتى يبين للرأي العام لماذا أهمل المجلس الانتقالي وهو الذي منعه من دخول مبنى المحافظة، ولماذا امتنع عن ذكر الإمارات وهي التي يعني حولت المناطق الجنوبية إلى مناطق طاردة للسلطة الشرعية، هي التي جعلت هذه تضارب الصلاحيات بين المسؤولين، هي التي تسلم مرتبات لمعسكر ولا تعطي آخر، ثم تحدث نوع تسلم دعم لمعسكر وتترك الآخر، تسلم دعم لقائد، هذه اللعبة. يعني الآن عدن كان أول هدف أنها العاصمة المؤقتة لليمن، وهي عملية عقلانية لإحلال يعني أول عملية عقلانية إحلال سلطة شرعية بديلة للإنقلابية، يبدأ بإيجاد موقع جغرافي اللي ويتم من خلاله إحلال تدريجي للسلطة. دكتور، هل يستطيع الرئيس تدارك الموقف في عدن برفضه لاستقالة المفلحي؟ هو رفض الرئيس للمفلحي. نعم. يحافظ على كرامة الرئيس وليس المفلحي، لأن نعم. الرئيس حتى لو عين آخر سيطرد، وبالتالي نعم. عليه أن يحافظ، وسيفرض عليه أسماء أخرى. نعم. سيفرض اسم آخر ربما يرفضه الرئيس ندخل في عراك، بالتالي الرئيس هو الذي علمهم ودربهم من هذا السكون، أنه غير حازم إلا في بعض المواقف عندما تصل حد انتهاك
شخصي. نعم دكتور، إذا اسمح لي أطلع فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود بعده لمناقشة التوتر الأمني الحاصل في أبين نتيجة دعوة ما سمي بمجلس انتقالي لفعالية رفضتها السلطات المحلية في أبين. نناقش هذا المحور في تفاصيل أكثر في الجزء الثاني من حلقة الليلة. نشاهد الفاصل ونعود، ابقوا معنا.